أصدقاء صراخ البلاد يشق الفضاء. أصدقاء تعالوا تعالوا نلبي النداء. كيف انطوي الحياة عبودية وشقاء؟ أيضل غراب الفناء يجوس الفناء؟ أصدقاء ونعم رجال الفداء أصدقاء، كم ضحايا أمام الرصاص قضوا أبرياء. نبئوا المستغلين استنعبوا لقاء. وصلت الطيارة قبلتنا، كتعرف أنني كنت حبلة من 5 شهور. أول نهار كان لبس رومي، كان طير وننزل، كان على داك الفرحة اللي جريت عليها داك المدة وداك السنين، ومحمد الخامس من فيه وإحنا عقلنا مش يخرج. حين رجع داك الفرحة ما نقدرش، أنا مش بدأ الدمع عطيل. كلنا طلعنا للرباط وكل شيء تيتسيب عليه وكل شيء تيبوس له يديك، والحمد لله المياه رجعت لمجاريها. وكان عندنا السلطان ديالنا ديك الساعه، كنا تنقولوا السلطان كان عبد الجامع وكان لو سوفور. On a fêté l'indépendance avec mon père, ça c'était bien. Puisque quand le roi est arrivé, il y avait des fêtes dans les rues et il nous a emmenés. Et je me souviens que les gens nous embrassaient, parce que moi j'étais petite, hein. Les gens nous embrassaient. Et mon père était très fier d'avoir ses petits, d'avoir avec lui ses enfants et que les gens nous embrassent. Il parle, comme il parlait arabe, il racontait « Vive le roi et le Malik » et tout ça. الجهاد الأكبر بحول الله. أيوة، تهز الشعب، تهز الناس، خفات لابيلانسة، تهز الناس بالفرحة. ما لقاوش الشيبانيين، طاحوا الصغار، طاحوا وحماقة الناس اللي نجا محمد الخامس. حدث عودة جلالة السلطان فرحة لا زالت بصماتها موشومة في ذاكرة المغاربة، وها هن نساؤها المناضلات يعيدن شريط الأحداث لتعرف أبناؤنا على انطلاقة بناء مغرب اليوم. Je me souviens avec émotion que parmi les premières personnes que le roi avait vues au palais quand il est arrivé, il avait repéré ma tante Msouda qui était la gouvernante de sa mère à Fès, qui est morte dans ses bras parce que la Liaquat est quasiment morte de chagrin. Parce que, comme une bonne mère, vous savez, elle devine les choses. On ne lui a jamais dit que son fils était absent, parce que le roi lui téléphonait régulièrement, prenait de ses nouvelles. Une des premières personnes, il l'avait repéré dans la foule, il a dit « Jibou Msouda ». Et Msouda est arrivé, et elle est restée 8 jours au palais, en train de lui raconter tout ce qui s'était passé, toutes les misères qu'on leur avait faites pendant cette période de l'exil. محمد الخامس الله يرحمه، نهار فاش جا للرباط، نهار كي جا من المنفى، قال لي اللي مات ليه بواه انا بواه، اللي مات ليه ولدو انا ولدو، واللي مات ليه راجلو انا، انتوما وليداتي، فهمتي؟ عطاهم 100,000 ريال الوحده، العيالات اللي رجالتهم تعدموا، ها هما مازال راه كاينين اللي مازال حيين. عودة محمد الخامس من المنفى انتصار لمحمد الخامس رحمه الله، وانتصار كذلك للشعب المغربي، لأن المغاربة متشبتين بملكهم، والملك كان متشبتا بالمغرب وبالشعب المغربي، لأنه هي أمانة في عنقه أعطاها للشعب المغربي لما بيعوا 18 نوفمبر 1927 بمدينة فاس. هذه الأمانة بقات في عنقه، ما يمكنش يتخلى عليها أبدا.
الذي كان يتصل بمحمد الخامس كان يحبه، كان يعني الله سبحانه وتعالى جعل له القبول، وتبلورت فيه خصال شعبه ومطامح شعبه وحاجيته. هذا هو محمد بن يوسف، وهكذا وقع هذا اللحام وهذا الحب الغريب. من حسن حظنا ومن سوء حظ الآخر أن الله من علينا بملك شاب اللي تنسميه محمد بن يوسف. الرجل برهن منذ الأيام الأولى على أنه كانوا غلطين. على الرغم من صغر سن جلالة السلطان، كانت قوته تنبعث من الحب الذي حضنه به قلوب الملايين، ممزوجا بثقتهم في أن يكون رائدهم إلى الحرية والاستقلال. الغريب في الأمر أنه نبههم بعض دهات الاستعمار آنذاك، قال لهم ما هذه الفكرة من جعل شاب على العرش هنا؟ هذا سيطول مداه وسيكون المقيمين العامين أمامه مثل التلاميذ، لأنه هو قائم وهم عابر سبيل تيجي عامين 3 سنين 4 سنين، وربما يكون في ذلك مساس بسلطة الحماية. وكذلك كان فعلا محمد بن يوسف مر بين يديه 8 من المقيمين العامين، كلهم صمد في وجوههم وعرف كيف يسايرهم. Il a grandi en même temps que les nationalistes. Ils sont jeunes les uns et les autres au début des années 30. Enfin, la première fois qu'il y a Yahya el-Malik à Fès en mai 1934, c'est la Chabiba marocaine, c'est les jeunes échappés des collèges, de Karaouine, d'écoles musulmanes, franco-musulmanes, qui se pressent pour acclamer le jeune souverain et le transformer le sultan en roi, parce qu'ils se reconnaissent dans un jeune. Parce que c'est presque une manière de secouer une très vieille société très, très patriarcale. L'ayam l'oula hadata annahu am 1930 yallah Mohamed al-Khamis amain ou la 3 snin bach had am 30 fi shay khlaq khalqoul l'istimar tayitsma d-dahir al-barbari. ماذا يعني الظاهر البربري؟ أنك تقسم المغاربة طائفة يرفعوا مشاكلهم إلى الشرع الإسلامي، وطائفة يرفعوه للعرف. وهنا وقعت واحد هذا حادث ديال عام 30 ميمكنناش نمروا عليه مر الكرام. الظاهر البربري جاء لأمرين اثنين. الأمر الأول القضاء على الإسلام في الديار البربرية، وثانيا تقسيم المغاربه. شيء اللي ما كان شيء كيخطر في بالي، لان كنعرفوا راسنا حنا كنا مغاربه، كنا مسلمين، ما عندنا شي حاجه اللي تفرق بيناتنا. بديت كنسمع انه جات واحد الحركه ديال المبشرات والمبشرين للخميسات والمناطق البربريه. اذا هذا الشيء خدا واحد هنا اندفعت في الواقع، ويمكن لي نقول بانني دفعت وانا صغير، ماشي باش اثرت لا غير، لا باش نبدا نطوف في الاسواق ونطلب من الناس يشدوا الحوانت ويطلعوا للجامع باش يطلبوا اللطيف. كانت اهداف المخططات الاستعماريه التفريق بين ابناء الشعب المغربي الواحد، إلا أن المخطط التقسيمي باء بالفشل لتحرك بعض الشباب لتبدأ الولادة الرسمية للحركة الوطنية آنذاك. C'est à propos du Dahir berbère que les pères de l'indépendance marocaine, les Balafrèges, les Halal el-Fassi, ont senti que la France était en train de les traiter d'une façon impériale. Et non pas en simple en protectrice, mais en puissance impériale. Et là, c'est un moment très important. Le sultan lui-même, on ne le voit pas beaucoup à cette époque-là réagir ou agir, mais c'est autour de lui que va se coaguler la colère nationaliste marocaine. On a quand le qiyama, comme on l'aime, l'ihtijaj al-shabab, les salawat, les nadawat, il a réglé d'alik mawa ma'rouf. Quand le khitam, il y a un bain al-shabab, bain Mohamed bin Youssef. جاءوا يتظلمون ويقولون كيف يا سيدي أمضيت على هذا الظهير. ومجمة الناس اللي جاءوا من فاس لغباط باش يتوسلوا محمد بن يوسف كيك بيرسوناليتي بحال
بحال الثقيب القرشي. الثقيب القرشي يسعى نوره بين يديه كما يقولون. إلى شتيه دايز حد الشخصية كذا ووقف أمام الملك وقال له احنا ماشيين إلى الهاوية. وأبكى محمد بن يوسف وهو شاب. وبعدما جفت دموعه قال من هنا فصاعدا لن يضيع حق من حقوق المغاربة وأنا على العرش. Ce que je trouve de passionnant chez Mohamed V, c'est l'évolution. C'est le petit jeune homme effacé qu'on prend parce qu'il sera docile, et puis qui par étapes se construit, qui devient cet homme mûr, méditatif. On sent qu'il a beaucoup appris, beaucoup réfléchi, qui a appris aussi à se taire, appris à écouter, et qui devient l'arbitre, le négociateur, l'homme qui sait qu'il faut qu'il soit à la fois à l'écoute des Aïta Didou et des bourgeois de Salé, que le Maroc est un kaléidoscope. C'est la raison pour laquelle il reste le souverain Mouhib, enfin bien-aimé des gens. Alors bon, là-dedans, il y a de la légende, évidemment. C'est rare dans l'histoire qu'il y ait symbiose entre un homme et un peuple, qu'un peuple s'identifie à un homme, se reconnaisse dans un homme, et c'est très émouvant. تعددت أدوار جلالة السلطان محمد بن يوسف، منها المهام الرسمية وأخرى برزت من خلال اصطفافه إلى جانب الحركة الوطنية ومطالبها التي هي مطالب الشعب المغربي التي عبر عنها بالعديد من المظاهر والمظاهرات. فهنا جت مرحلة المطالب، مطالب الشعب المغربي في مختلف الميادين، الإصلاحات يعني دستورية سياسية، إصلاحات المحاكم، الحرية العامة، الاهتمام بالفلاح المغربي. كانوا 10 ديال الناس اللي غادي يخدموا هذه المطالب، منهم العاشر هو عبد ربي. أنا 20 عام داخل وسط عمري، خدمنا المطالب. أولا نسخة لجلالة الملك وكنت من الناس اللي خدموها، ونسخة قدمها للإقامة العامة، وصيفتنا Au début, il ne s'agissait que de l'application des réformes auxquelles la France était engagée. Mais ce plan de réforme a été présenté à Sa Majesté, qui elle-même l'a présenté aux autorités françaises. Elle n'a reçu aucune réponse. العلنية مع السمارة، فكان أول سجن وأول صراع واجهناه بالقمع والضرب والجلد كان في سنة 1930. منذ دخول المستعمر لم يتوانى الشعب المغربي في مواجهة المحتل بكل ما لديه من قوة وبجميع الوسائل، رافداً تمركزه بالمغرب مقاومة ستبلغ ذروتها في بداية الثلاثينات لتتحول إلى مقاومة سياسية وجهت بدورها بالقمع العنيف من العدو. La résistance dans la campagne au Maroc est restée jusqu'en 1934. Fusil en main avec les gens qui luttaient, surtout dans les campagnes, surtout en l'Atlas, avec Baslam, avec tous ces gens, ces héros qui sont malheureusement presque ignorés. Bien qu'en ville, on a essayé de créer le mouvement politique, mais la campagne, c'était des gens qui résistaient. À la fin de la mouvement musallaha dans les Jbala et les Rifs, فزغت مقاومة جديدة هي المقاومة السياسية. وهذه المقاومة تبنتها الكتلتان سواء في الجنوب أو في شمال المملكة. وفي شمال المملكة اللي كان كيتزعمها هو الحاج عبسان بن نونة رحمه الله. وهذه العملية بدأت من 1926 مع نهاية المقاومة المسلحة. Les premiers, disons, germes de ce qui était le nationalisme sont apparus dans la zone nord. Et puis, il faut dire qu'à l'époque de la République, par exemple, il y a un phénomène qui s'est produit, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup plus de liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Que toute la presse du Moyen-Orient, des journaux
de l'Égypte ou d'autres pays du Moyen-Orient pouvaient être distribués librement dans la zone nord, jusqu'au point que les Français étaient très fâchés. C'est-à-dire que le résident général français avait beaucoup de reproches à faire aux Espagnols en disant comment ils étaient très, très, très ouverts et très tolérants et qu'il ne fallait pas être si tolérant avec justement le nationaliste marocain parce que ça représentait un danger pour l'avenir. En 1931, il y a eu la visite de Chakib Arsalan à Tétouan. Il y a eu la visite de في ضيافة الحاج عبد السلام بن نونة في بيته جاء واحد الوفد مهم من جنوب المغرب وجماعة اللي هي ملتفة حول الحاج عبد السلام بن نونة في شمال المغرب في ذيك الوقت هذا كانوا الناس كتفكر في الاستقلال وأنه هذا المناطق ديال الحماية ما هي إلا مناطق سورية وعلى ياسر بينا كاملين وعلى ياسر بن أستاذ طريس أستاذ طريس في الأخير كانوا كيسميوه زعيم الوحدة حبيبي كله شعلة العمل كان كيعيش في المكسبة ديالو أو الاجتماعات أو الشغل دائما بالقوة ديالو هرس المنصة اللي كان كيخطب عليها اللي كيضرب يدو عليها وأنا ديك القوة كانت فيها لأنه حبيبي ما يكون عندي شي طريف ضد منه حين كيتكلم الأستاذ طريس كأنه الطيور كتنزل على رؤوس المواطنين ما كاينش شي واحد كيتحرك ولكن كانت عنده واحد اختو سميتها أم كلثوم كانت قدة بالدار وبالوطنية وزيد سخاها وكتدفعون الوطنية وكتدفعون للعمل وهي اللي كانت عنا الكاتبة العامة وخا ما كاينش القراية ولكن كاتبة العامة في اتحاد النساء تطوان النضال والمقاومة المغربية لم تأتي من فراغ بل ولدت مع الأجيال من بطون الأمهات اللواتي أرضعن الصغار حب الوطن راح السؤال محمد بن يوسف رحمه الله على نفسه لماذا نزلت بنا نازلة الاستعمار وطرحه مع الشباب شباب تقريبا في سن الملك بالحسن الوزني 1908 على الفاسي عشراته هو ولا تسعود بلا فرج 1906 أظن وكلهم كانوا في مطلعي يعني العشرينات عندما تولى محمد بن يوسف العرش فاهتدوا إلى الأسباب والمشكل الأول هو التعليم نهارنا ونهار المغرب لأنه تأخرنا في العلم فجلالة الملك دفع بالناس الحركة الوطنية أي سوء المدارس الحرة وتكون عندها برامج خاصة وكونوا التلاميذ يبتوا فيهم هذا الروح الوطنية والدفاع الروح الدفاع عن الوطن والاعتزاز بالوطن وبتاريخ الوطن في الوقت اللي عمل المدرسة المولوية أول ما دار دخل بنته للا عيشة وللا ملكة وللا نزهة قررهم باش يعطي مثال الشعب المغربي تقول شوف أنا عملت لهم مدرسة باش نقريهم باش الشعب المغربي يتشجع وبدي يخرج الفتاة المغربية من هذه الوضعية اللي كانت فيها ودخل المدرسة باش تعلم باش تقرأ بحالها بحال صينوها الرجل وباش تساهم في بناء وطنها لأنه البغى تقرأ غادي تنفع بلدها أول مدرسة في المغرب في عهد الاستعمار ديال البنات كانت في عام 34 وأنا دخلتها من دخلوني لها من 4 سنين وأول نهار قالوا لي أن اللي تفتحت في المدرسة وعطوا الدعاية في البلاد باش تفتح المدرسة تسجلوا فيها 200 بنت باش تعرف العطش ديال التعليم ديال المرأة كيفاش كان موجود في المغرب والأستاذ محمد الطنجي رحمه الله هو اللي كان جاب لنا القراءة الرشيدة من مصر وكان كيقري لنا باش نتعلموا نقراو في الكتب ما بقاوش نقراوها في اللوح دابا دخلت المدرسة حتى حفظت القرآن 60 حزب وقراني با في الجامع وداني للروض ما كانش الروض داني انا ديك الساعه الروض تاع فقي الجامع تديني غير واحد المره تحطني في الجامع مليك خليت عيني في الدنيا سبت راس الوالد الله يرحمه مقيدني في الجمعيه ديال الفتاه الفاسيه الاستقلاليه تيجمعونا كنا باقيين صغار تنعملوا خطاب نديت فيهم الغاز سياده الاستعمار وتنعملوا روايات وتنعملوا يعني مسائل تتعلق بالسياسه والوطنيه الوالد الله يرحمه ديالي راه معروف كان الروح اللي طالعه فيه هي الوطنيه وتقبط وتعود هي الوطنيه والقرايه بحيث كان تيمشي يمشي مثلا حتى هذا الشويل ويمشي للبنت والولد ولا ديالي وانا شريت لكم هذا الشيء اللي تم امتحانات الا كان نجح من دار الشرف
غادي ياخذ هادي ودي ما جابش من دار الشرف ما غادي ياخذش هادي. ايوا حنا تنتحمسوا منه باش نجحوا منه باش ناخذ ديكش وتجيب الله التيسير. با امي ما كانش قاري وعلاش قرانا؟ كان با في الباديه كيقريه وكان وهربان من الجامع كيقولوا دروكا بزرطي ولا حارق حارق كان حارق من الجامع كان حارق اول من حرق هو حرق من الجامع حيت كانوا تيربطوهم تيربطوا لهم رجليهم وكيعطوهم الفلاقه. ونهار اللي دار ولا دار ولادو دارنا حنا البنات ثلاثه قال انا هربت من الجامع نقري بناتي حيت ما كانت البنت ديك الساعه ما كتقراش ما كتقراش. انا كنت نقرا انا اختي في الجامع تيقول لي واحد عمي تيقول لي با واش بغيتيهم يديروه يهضر في الزنقه يبداو يسببوا العيالات. في ديك الوقت كانت موجوده هنايا جوج ديال المدارس حره، المدرسه الاهليه والمدرسه الخيريه. التلاميذ ديال المدارس هما اللي كانوا كيحركوا التجمعات الوطنيه بالاناشيد بالهتافات بالمشاركه، لانهم هما اللي كيسخنوا الدنيا باش المواطنين كيحتفلوا بواحد الجو ديال الحماس وواحد الروح الوطنيه. وهذه الاناشيد الوطنيه اللي كنا كنجدوها كطلبه هي اناشيد مستورده من الشرق، جابوها البعثة اللي كانت كدرس في نابلس. فيت يا انا قومي هيا بعزمي نمضي فالنصر بين ايدينا نسعى بحزم نرقى بعلم امل الاستقلال يحدونا. اسمح لي اديتو لك، كنت الصوت قوي وكنت كنوقف في الوجه ديال التلميذات والطلبه ونساء وكانوا يديك وانا كنشير هكذا كنوري شنو كيحب يقول الناشد اللي ما كيفهموش اللي يعرفوا. أميدة نظرة الكائنات ومشعلنا الزاهب المكرمات أفيضي علينا شعاع الحياة وحفي بعطفك خضر البنات فلتحي الأميرة رمز الفتاة. نشيد الوطني مغيبنا وطننا هذا كلام عليه كل شيء حفظه. مغيبنا وطننا روح الفتاة يعيش لنا سلطاننا ولي الأمر لا إله وسرت يا ديك إيوا به الملك. وشكون اللي كان تقرينا الأناشيد؟ قلت لك تيجي يقري لنا الأناشيد. رشدتهم في هذا الدكتور مصطفى القباس في الرباط، منين تيجي تيقولوا لنا راه تيجي يقولها لنا في الشاتي الله يرحمه، راه تيجي من مدارس محمد الخامس في الرباط. وطني أنت لي والخصم راغبون، وطني أنت كل المنى، أو مثلا شجنونا كبلونا لا نبالي بالقيود وحشة الشجن لدينا. شي حاجة هكذا، يا فرنسا لا تغالي لا تقولي النصر طاب سوف تأتيك الليالي نورها لمع الحراب. هذه أناشيد كنا، هذه أناشيد وطنية كنا كنجدوا بها احنا هنايا في الحماية الإسبانية، وكنهاجموا فرنسا لانه كنعتبروا وربونا هذه التربيه هذه انه العدو الاساسي ديالنا ماشي اسبانيا هي فرنسا. النهار اللي فرنسا تعطي الاستقلال يعني نوصلوا اتفاق مع فرنسا اسبانيا ما تمشي بحالها بلا ما نتفاوضوا معها تقريبا. ونكاية في المستعمر قرر الوطنيون وأبناء الشعب المغربي البررة في خضم الصراع والمواجهة القيام بالاحتفال بيوم خالد وعزيز، ولأول مرة سنة 1933 ليعاد كل سنة، إنه عيد العرش المجيد والذي سيصبح عيدا وطنيا بمفهومه الحقيقي ورمزا لالتفاف الشعب حول العرش. Faire célébrer la fête du trône. La fête du trône était devenue une occasion pour faire connaître le roi, afficher son image, le faire applaudir et populariser l'idée nationale et son symbole qui était le symbole de la souveraineté marocaine qui était le roi. أول مرة احتفل بعيد العرش احتفل به في مدينة تطوان يوم 18 نوفمبر 1933 وبقاو كيحتفلوا به سنويا
حتى لما كان محمد الخامس في المنفى كنا احنا كنحتفلوا بعيد العرش هنا في تطوان. عيد العرش 18 نوفمبر 1932 فاجأ الحماية، فاجأ سلطات الحماية، ولكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لأن يستعملوه. قال اللهم بيدينا ولا بيد غيرنا. وخرج ظاهر في أفريل 1934 رسمي يقنن عيد العرش ويجعله يوم 18 نوفمبر عيدا وطنيا. أصبح للمغاربة لأول مرة شيء أمر يسمى عيد وطني. إذا أصبحت كلمة وطن عندها واحد الوزن. الوزن هو أنه في الوقت الذي يعني انبعث لهذه الأمة ملك ماسكا بزمام أمورها واعيا بما له وما عليه، في هذا الوقت بالذات ظهرت الجماهير، ظهر الشعب. Avec les défilés, les portraits du roi, les étendards, les slogans, enfin c'est il y a une sorte de dynamique nationale qui se propage à travers cette fête et que les Français contrôlent plus du tout, ils sont complètement dépassés. حفلات نيت والناس تلبسوا حوايجهم، العيالات حوايجهم، العيالات يتجمعوا. غير هي كانت قضية، الرجال كيتجمعوا بوحدهم والعيالات كيتجمعوا بوحدهم. الساعة كان عيد العرش راه مهمة، كان تفرشوا الزرابي والبابورات واتاي وكاع اللي عندك في الدار تخرجوا، تيديروا حفلة تيخطبوا وكل شيء. بنتي فاطمة البكرة ديالتي بنت 12 عام ناد سي محمد البقال دربها تصايب ليها خطاب خطبات هكذا وجايين بيقطفوها. نادوا الشباب المخلصين هزوها هربوها يواتمتم الدولة البقال. أنا من الذين سجنوا وعمرهم لا يتجاوز 14 عام، كنت مسجون مع الأطفال. شنو السبب أنه شي جماعة ديال الوطنيين سدع الفاسي رحمه الله وبن الحسن الوزاني واليزيدي عملوا شي ندوة صحفية قبطوهم عام 37 اللي كان فيه نقص الجنرال نقص. بدينا كانت كاترو الجماعات ديالنا أو الخلايا بدأت كتوصل حتى البادية. منين شافوا البادية حتى هما بدأوا كيدخلهم الشعور الوطني اهتزوا، بداو كيضطهدوا البادية اضطهاد عظيم وبداو في الاعتقالات. اول ما نعتقلوا على الفزير الله يرحمه اعتقل ونفي انه بلا الصحراء، ولكن ثم تفضل لافريقيا الادغال افريقيا الكابون بقى 9 سنين. سجون المغرب كلها دخلت اليها وزرتها، فسجون فاس وسجن الرباط وسجن عين علي مؤمن وسجن الدار البيضاء زيادة عن النفي والإبعاد في الصحراء والتعذيب هناك أو في مناطق الجنوب بالنسبة لتهدلة، بحيث حياتنا مركز محطات وصراع وكفاح في كل محطة كان يواجهنا الفرنسيون بما هو أشد. كان الوالد في الريش وكان شادين عليه في بيت، كان عنده حق في ساعة ديال المكانة ديال البرومناد. كنت مشيت شفته تمايا وشفته جالس في الأرض وما تيعمل والو، تيطلبوا الله باش يكون الفرج وباش يجي الاستقلال. تألمت لي شفت الوالد ديالي تينعس في الأرض، ولاني ما كنتش فاهمة بالضبط لأن كنت صغيرة. كانوا تقولوا ما تخصهاش تعرف ما تخصهاش، لان كان دائما انا تنشوف شوينطه مزله في باب البيرو ديالو فيها شيطات السنان ودواد السنان وكبوط والسلهم دائما موجدها عارفينه غادي يجيو موراه باش يعبيوه. حق منين تيجيو موراه انا تيبعدوني ما تنشوفوش. مقاومه الافكار اكبر داعي لانتشارها. لما تبغي تقاوم شي فكره تزيد تشعل. بعد ما خرجنا من الحبس علال بائما في
بعض الإخوان ديالنا باقين هنا جات الفكاش غادي نعملو جات ظروف الحرب. أثناء شراسة الحرب العالمية الثانية عرض جلالة السلطان مساعدته على فرنسا لتحريرها من ألمانيا، وتوالت الأحداث حتى لقاء أنفا بين جلالة السلطان وروزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لقاء كان حاسما لبحث مسألة استعمار المغرب بكل مكوناته العرقية مسلمون ويهود وغيرهم. C'est un des grands prestiges de celui qui allait devenir Mohamed V, c'est que avec le peu de pouvoir qu'il avait, mais quand même, il s'est opposé à ce que les Juifs marocains et les Juifs français portent l'étoile jaune. Il n'y a pas eu de port de l'étoile jaune ici. Et puis les Juifs marocains n'étaient pas concernés par la législation du protectorat, que les Juifs français. Ils sont, dit Mohamed V, sont mes sujets comme les autres. Et bon, moi j'ai connu beaucoup de Juifs marocains qui se sentaient les sujets du roi. La communauté juive marocaine a été convenablement respectée dans son ensemble par le roi et elle a été très loyale à l'égard du roi. Les Juifs ont joué leur place, moi le premier, parce que le roi ne faisait pas de différence entre ces sujets. Il l'avait montré déjà. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les forces qui s'exerçaient sur lui pour qu'il dise le contraire étaient extrêmement puissantes. Mais il avait un sens politique. Moi, je dirais que l'ayant connu, c'est-à-dire ayant parlé avec lui, l'ayant vu s'exprimer, agir dans les circonstances, c'est finalement quelqu'un, comme on dit, qui s'est formé sur le tas. Mohamed Ben Youssef, rahaba bi nuzul américain. والتقى بالرئيس فرانكلين روزفلت رأسا لرأس بدون حضور المقيم العام الفرنسي. هذه يعني قضية مهمة جدا، لأن روزفلت رفض أن يعني يكون وسيط بين المغرب وأمريكان شخص ثالث لا يعترف به، لأن الولايات المتحدة عندها يعني عقدة أو يعني اتفاقية مع المغرب، تعاقد مع المغرب منذ 1836 من سيد إلى سيد، وتعرف أن المغرب هو أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة. Franklin Roosevelt vient à Casablanca. Là, Mohamed V, c'est avec l'homme qui est en train de libérer la France qu'il passe une sorte de pacte non dit, mais qui est très important. C'est vrai que lui qui est poussé par les jeunes gens de son entourage à revendiquer, ce qui est tout à fait normal, l'indépendance marocaine, que promettait Lyoté depuis des années, depuis 12 et depuis 25, n'est-ce pas? L'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, lui dit mais vous devriez revendiquer l'indépendance, ils vous aideront. فتبين بسبب الحرب العالمية وبسبب بطاقة الأطلسية وبسبب نهضة الشعب وانبعاث الشعب وانبعاث الملك كذلك، تبين أنه لا سبيل لإصلاح شؤون المغرب إلا بوسائله الخاصة، إلا بأيدي أبنائه، إلا بعقولهم، إلا باجتهادهم الشخصي. ولذلك أصبح من الأهمية بمكان أن نتخلص من عقد الحماية. انتقلت مطالب الحركة الوطنية من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى سقف أعلى وبإلحاح كبير، ويتعلق الأمر بتقديم عريضة الاستقلال ووضع المحتل أمام الأمر الواقع مطلباً سيواجهه المستعمر بعنف كبير. des partis politiques, etc., pour rendre, appliquer le protectorat, etc., sont rendus devenus inutiles, nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, il faut en finir avec ce protectorat. Et l'idée d'indépendance est née dans notre... Nous avons commencé à la préparer. Nos amis de Rabat se sont mis d'accord avec Sa Majesté sur les grandes lignes de cette demande. Nous ont invités à Fès et à la maison de Ahmed Mkhouar. Il nous a chargé, Bahnini et moi, de rédiger le manifeste. Ahmed Mkhouar a signé le premier. Voilà. Il a signé ceci, j'ai signé immédiatement après lui. Et les signatures ont continué. Il a été entendu qu'il lui serait présenté le 11 janvier 1944.
ceux qui devaient aller à la résidence générale pour déposer le manifeste ont été également désignés. Le mطالبه بالاستقلال ديالنا الوثيقه قدم من امرين اثنين اولا كنطالبوا باستقلال بلادنا وتحريرها هذا ما فيه اشكال ثانيا كنطالبوا بان بلادنا تنظم على اساس دستوري وعلى اساس ديمقراطي وكنقولوا ان الرعايه ديال جلالة الملك محمد الخامس كفيل باش غادي يوصلنا يوصل معنا لتحقيق هذه الاهداف منين كتبوا العريضه ديال الاستقلال رفضها هو تحت كان تيلبس السلام عملها تحت السلام ومشى للدار البيضاء بدا تيدور في طريق مديونة اللي اليوم تيسميوها ربع عمر تيدور على الناس تيطلب منهم واش يبغى اللي بغى يمضي الكوة دايز وشاف واحد الولد جا وحنا عليه وباسلو يديه تفاجأ لأن هز راسو صاب خاي قال لك هو بقوت الشوق اللي ماشي باش يعطي الناس يمضيو على العريضة ديال الاستقلال نسى أن ولده تيقرأ في الدار البيضاء نسى أن عنده ولد في الدار البيضاء تيقرأ حتى طح عليه وباسلو يديه هذوك ناس كان عندهم شي إرادة غريبة غريبة أيام عصيبة تلك التي عاشها الشعب المغربي الرافض لكل حجر ووصاية فالعديد من المناضلين استشهدوا وهم في لحظات الاحتضار تواقين لمغرب حر تقبطوا الناس تقبطوا اليزيدي وبلعفاج وتقبطوا فاس بعض يعني رؤساء الوطنية منهم محمد بسودة أحمد مكوار الشعب موجود منذ ثلاثينات خرج الشعب المظاهرات خرجوا الناس باللطيف وانا كنذكر الوالد ديالي رحمه الله يعني وقعت الواقعه وتحتلوا فاس احتلوا هبطت الجنود مازال تنتبت يعني جنود هابطه قوم وسليقان ويعني لفيف اجنبي هابطين يعني داخلين مدينه فاس من كل جانب باش يحتلوها واحتلوها فعلا ومع ذلك خرجت الناس يوم الاثنين مازال كنذكر 31 يناير هبطوا للقرويين قراوا اللطيف وخرجوا بعد اللطيف هما خرجوا والزبانيه كانت في الشماعين قبالة القرويين عندها عاملين ميتخيوز قبالة باب الشماعين اللي كيعرف فاس كيعرف باب الشماعين عندها جود هكذا وعطي على 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 المسجد الباب الكبير ديال القرويين وبداو كيراريو بالرصاص الوليد طاح مسكين من الوليد طاحو مجروح هزوه طلعوا لسبيطار كوكار ومتنع الحاكم العام واحد الجنرال سيفرين يعطيه شويه ديال السلفاميد لانه تجرح في المسار ديالو من بعد 12 يوم توفى رحمه الله وما بغاوش يعطيوه لنا الجثه ديالو في الاول ما بغاوش يعطيوه لنا الجثه ديالو طيب عندما اصبح يحتضر رحمه الله واشرف على الموت قبلنا رحمه الله وانا اللحية كتة ومحموم شفتي ما زلت نتذكر يعني وهو يقول لي أخوي الأكبرين قري أخوتكم حيث كان الهاجس التعليم هاجس أساسي ونظرا للدور الذي قام به جلالة السلطان محمد بن يوسف وأبناء الشعب المغربي في المساهمة في تحرير فرنسا تم تكريمه باحتفال النصر الذي أقامته فرنسا حيث توج جلالته من طرف الجنرال دوغول بأعلى وسام بفرنسا ليحمل لقب رفيق التحرير دوغول باش نوعا ما استرضى محمد بن يوسف شيئا ما استدعاه إلى فرنسا في جوان 45 دعوة رسمية وكان أول رئيس دولة يزور فرنسا بعد تحررها ومحمد بن يوسف وجعل منه كومبانيون ديليبيراسيون رفيق التحرير وهو كذلك يعني كان شي نيشان في محله وهذا لانه المغاربه رافقوا الفرنسيين في التحرير مما لا شك فيه يشهدون به وما انفسهم في شتنبر 46 استقبل الحزب الشيوعي استقبل واعترف به كحزبا مغربيا منذ ذلك الحين بقياده المرحوم سي علي عطا رحمه الله اصبح هذا التالوت الوطني في الأربعينات بداية الخمسينات حزب الاستقلال حزب الشورى والاستقلال والحزب الشيوعي الحركة الوطنية
الذين يدفعون كلهم في اتجاه واحد، في تيار واحد، في بمطلب واحد، يتجلى في كونهم جميعا. وهنا ظهور الشعب وظهور يعني الحكمة ونضج الحكمة، والأمور بمواسمها تنضج، في الموسم ديالها كتنضج. النضج هنا يتجلى في كون الناس أدركوا أنه الملكية بمجرد أن تقول ما بقاش يقولوا سلطان، يقولوا ملك. بطبيعة الحال ظهرت فكرة أخرى، أن هذا الملك يقوم بإرادة شعبه. Un des événements que vivaient les Tangérois, c'était quand le bateau faisait escale à Tanger et tout Tanger se déversait sur le quai pour voir Sa Majesté de loin. Et parce que nous étions convaincus qu'il n'avait pas le droit de fouler le sol tangérois. C'était, je ne sais pas si c'était dans les conventions ou si c'était légal, ou si c'était, mais en tous les cas, pendant toute notre jeunesse et pendant toute cette période du règne, nous n'avons jamais reçu la visite du roi. Mohamed Ben Youssef أراد أن يزور المنطقة الخليفية والمنطقة الدولية إدانا منه وإشارة منه بأن المغرب راه أمة واحدة وتراب واحد، ولا يعترف بالتوزيع بين الفرنسيين والإسبان. المغرب ما عنده حتى شي اتفاقية مع إسبانيا. الاحتلال الإسباني اتفاق فرنسي إسباني. خط المغرب، خط يد السلطان السلاطين المغرب ما كاينش في هذه القضية هذه. والمنطقة الدولية هذه المنطقة الدولية يعني فيها يعني فيها الإمضاء ديال المغرب. المنطقة تبقى طنجة منطقة دولية. أراد أن يزور هذه المنطقة في أفريل 47. تصدت له الأوساط يعني الاستعمارية الكبرى وعلى رأسهم فيليب بونيفاس، وتسبب أولا في الفوضى في يعني طلق سليقان في الكارية سنترال، وقعت ما وقع ليوقف السلطان عند حده، يلزم السلطان بأن لا يتحرك. قالوا الملك غادي يمشي لطنجة يخدم، محمد الخامس غادي يمشي يخدم. هذاك النهار هما بغاو أمي وخوتي وأختي، مشاو عارض عليهم واحد بنت عم أمي في بنمسيك. هما كانت تما في بنمسيك، كانت قتلة ديال ساليقان العسكر. نادو عرفتي راه أمي راه جوج الروادي اللي دفنو جوج الروادي اللي مدفونة تما في بنمسيك، اللي قتل ساليقان تاع المالين درب الكبير كلهم هو بنمسيك. طرقوهم قتلوهم عاد هكاك. وهذه أمي حنايا با تيقول لي وهم اللي بغاو يمشيو. مشيت أنا للفران لقيت الروبالة، مشيت نجيب جوج خبزات لقيتهم معرمليا في الوصلة، معرت ربعة الخبزات ولا خمسة الخبزات. قول لي أنا بنتي غير هزي، يا بنتي غير هزي وسيري، أنا ما عندي ماشي خبزيات. قول لي هزي. الناس مفتوني، الفتان نادت الدار البيضاء، الفتان. La visite du sultan en 47, il y avait le haut commissaire était Varela, le général Varela. Et celui-là, il était très dur parce qu'il avait peur que le passage du sultan dans le protectorat espagnol allait soulever des émeutes, des manifestations, qu'il y avait eu des troubles. Bon, mais en même temps, on n'allait pas interdire ça parce que ça aurait été trop gros. Ça s'est bien passé, il y a eu des gestes d'adhésion au sultan, mais ça, bon, mais sans que ça puisse créer de problèmes, de troubles d'ordre public. Ça carrera, monsieur Kourlada, nord sud. أبريل 47 الغداء أزايا ثم تصدوا ثم تلقى مع الخليفة ثم تلقى مع عدد شخصيات وعاد دخل طنجة. هذا النهار هذا ما قلتش كيف كان فزايلة، ما كاينش بشر يا صغير وكبير اللي ما خرجش يتصف في الطريق كلها اللي كتقرر من زايلة من في الطريق ديال طنجة ودير القطار، لأن كجاب القطار إلا معمرينها هما وتابعين القطار بغين يسبقوه، لأن في محمد الخامس هو كيسير بيدو وحنا كنشوفوه. 47 طلب من الأستاذ الطريس يقوم بالحراسة الوطنية للمنكب الملك، حيث كان حزب الإصلاح الوطني هو اللي كيشرف على جميع هذيك التنقلات الملك في طنجة. Torres a été à Tanger, il a profité pour faire un geste d'adhésion et de montrer ses hommages à Mohamed V.
الحين كانت العائشة ماجية طنجة وقلنا شنو نعملوا لها الهدية. الرجال عملوا خريطة ديال الفضة والمدن مرصعين بالجوهر وتطوان بالحجرة خضراء. حيث قالوا لنا احنا الاتحاد النساء انتم شنو تعملوا للعائشة؟ قلنا لهم عملوا التاج، واحد تويجة صغير اللي ماشي يكون فرنسا، وصينا عليه من اسبانيا جابوا واحد هذا وعملناه في دار الطريس فوق المخايد في البيت الكبير. والناس كتدخل تشوفوا اللي كتشوفوه، واحد سيدة جلسة في الباب عندها حك ما بدك الشقه ما كيفتحش، اللي داز شاف هذا كيساند باش ما طلعه بالورقه او بالدرع، ما كانش الدرهم كانت البسيطه. حتى النساء اللي كانوا كيطلعوا حاشاك الفحم والعجب كينزلوهم باب الدار ويدخلوا الحبيبه يا لالا عائشه، وكيمشيو ويشوفوا داك التاج هكذاك معروض وكيرجعوا عندك الطبله كينزلوا البركه. Tantôt, le sultan va plus vite que l'Istiklal, tantôt l'Istiklal va plus vite que le sultan. En 47, il va plus vite que l'Istiklal. Le discours de Tanger est presque en avance sur le discours tenu à l'époque par l'Istiklal. Mais il me semble que l'Istiklal, ce que je trouve tout à fait intéressant dans cette espèce de dialectique, c'est que le roi ouvre de l'espace au parti de l'Istiklal, mais le parti de l'Istiklal fait aussi le roi. قضية ديال الاستقلال صرح بها في الخطاب ديال طنجة عام 47، صرح بها بحيث هذاك الخطاب كان حقيقة هي بداية تصوت الملك والشعب. هو الخطاب ديال طنجة من تما بدا تصوت الملك والشعب. من النعم التي لا يفي بواجبها إلا متواصل الشكر. كان من عادة في خطابه عند ذكر في اختمامه بشكر فرنسا على ما فعلت في المغرب وردا على القمع الوحشي الذي وقع في الكاعية سنترال، سكت على تلك الجملة. فالأوساط الاستعمارية قالت هذا عدو، أصبح عدو، ما بقاش يعني سلطان المغرب، هذا أصبح خصم. مع الخطاب ديال سيدنا لا عائشة غادي تتكلم تعمل في واحد شي مدرسة كبيرة باش تعمل الخطاب العربي والفرنسي والإنجليزي. الحين خطبت لا عائشة، المرأة كلها وقفت وبدأت كتتحمس حتى هي لهذا الشيء. هذا كان الخطاب كله تنبيه للمرأة أن احنا خصنا حتى احنا النساء نطالبوا بالاستقلال. C'est un souvenir très fort parce que Lalla Aïcha a prononcé un discours où elle était sans voile. Et non seulement tout le monde en a parlé, mais cela a influencé probablement ma propre éducation, puisque moi-même j'ai été libérée du voile. Ma mère a porté le voile jusqu'après l'indépendance. Moi-même j'étais résolue à ne pas porter de voile, et ça j'en étais sûre. Et je crois que cette action de feu Mohammed V nous a libérés, tout comme elle nous a encouragés à aller à l'école. Et Mohammed V a donc pour moi le figure d'un moderniste et d'un libérateur pour la femme en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que les femmes marocaines ne peuvent pas oublier, qu'il a été le libérateur pour les femmes et non seulement pour le pays.